العقوبات الأقصى على إيران إلى حيز التنفيذ. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن من شأن هذه العقوبات مواجهة سياسات إيران التوسعية وبرنامجها الصاروخي والنووي. أبرز القطاعات التي ستطالها عقوبات واشنطن هي الموانئ وشركات الملاحة المتعلقة بقطاع السفن، وكذلك المعاملات المرتبطة بصناعة النفط. فرضت إدارة أوباما والآن إدارة ترامب عقوبات كبيرة على إيران، شملت منع التعامل بالدولار، منع التعامل بالعملة الإيرانية، شملت عقوبات على المرافق والسفن الإيرانية، أيضا المعادن، ومنعت شراء النفط. ولكن ما كان تأثير هذه العقوبات على الشعب؟ الشعب هنا ثار وغضب، والنظام من دون شك يشعر بالتخبط، ولو أنه يبقي على خطاب معنويات مرتفعة. عقوبات ترامب أشد إيلاما هذه المرة، فيما تنزلق البلاد إلى ركود اقتصادي قاس. فالعقوبات التي فرضها ترامب تسببت بارتفاع شديد في التضخم، وأدت إلى حالة اضطراب في البنوك، وإلى انهيار أيضا في العملة الإيرانية. كل ذلك أدى إلى أزمة مالية هي الأسوأ تضرر الشعب جراءها كثيرا. فشهدت مكاتب الصرافة والسوق السوداء تدافعا كبيرا للمواطنين لتحويل كل ما لديهم للدولار أو لتحويل أموالهم للخارج. العملة الإيرانية هبطت إلى مستويات قياسية أمام الدولار، مثلا بلغ في سبتمبر الماضي 170 ألف ريال إيراني للدولار الواحد. هذا الانخفاض يعني ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار السلع عموما بسبب رفع الحكومة الإيرانية الدعم عن الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وغيرها، وبالتالي القوة الشرائية للإيرانيين تنخفض. أزمة حادة لمست تداعياتها حياة الإيرانيين بقوة، فأصبح أكثر من 60% من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر، والبطالة زادت. صندوق النقد الدولي توقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5% هذا العام، وبنسبة 3.6% عام 2019. وأمام هذه الصورة القاتمة، تشهد أنحاء البلاد منذ ديسمبر الماضي موجات احتجاجية ربما أسوأ مما شهدته إيران منذ عام 2012 حتى عام 2015. على كل، لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع معي في الاستوديو هنا إريكا كوسانو، نائب مدير مكتب التواصل الإعلامي الإقليمي في وزارة الخارجية الأمريكية. سيدة إريكا، أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. طهران تقول أن هذه العقوبات لن تؤثر عليها شيئا وأنها مجرد عقوبات نفسية. ما رأيك؟ هذه العقوبات هي أشد وأقوى عقوبات في تاريخ ضد إيران. حتى قبل إعادة فرض العقوبات النووية على إيران في 5 نوفمبر إحنا نرى التأثير. مثلا تم سحب أكثر من مليون برميل من النفط من السوق العالمي، النفط الإيراني، وهذا أسفر عن حرمان النظام الإيراني من ملياري دولار، وهذا حرمان التمويل لنظام الذي يغذي الصراعات والحروب في المنطقة. هناك شركات تنسحب من إيران، وعدة دول في العالم، 20 دول، اتفقت على خفض نسبة واردات النفط الإيراني إلى الصفر. فسنرى في الشهور المستقبلة المزيد من الضغط الاقتصادي على إيران. ولكن كيف يمكن لهذه العقوبات أن تفلح كما تريد واشنطن، مع العلم أن الأوروبيين، الروس، الصينيون وغيرهم دول كبرى ضد هذه العقوبات ولن يطبقوا هذه العقوبات وسيستمروا في علاقات تجارية مع إيران؟ طبعا الولايات المتحدة تعتقد أنه كل الدول في العالم تفضل التجارة مع الولايات المتحدة بدلا من التجارة مع إيران، ونحن سننفذ هذه العقوبات في 5 نوفمبر. حتى بعد 5 نوفمبر نحن سنشتغل مع عدة دول في العالم لخفض نسبة واردات النفط الإيراني حتى نصل إلى الهدف وهو رقم صفر. ولكن مع ذلك أعطيتم إعفاءات لعدد من الدول بالنسبة للنفط الإيراني، وهذا التفاف على العقوبات بشكل أو بآخر. طبعا يعني نحن يعني سننفذ العقوبات والإجراءات، ويعني إذا في أي تقرير عن التفاف عن هذه العقوبات نحن سنتخذ الإجراءات الحاسمة ضد ذلك. فكنا واضحين منذ البداية. بالنسبة للإعفاءات، يعني 2 من الثمانية اتفقت على خفض واردات النفط الإيراني إلى
الصفر خلال أسابيع، والستة منهم خفض نسبة الواردات النفط الإيراني إلى حد كبير، وهم التزموا على خفض إلى الصفر في أسرع وقت ممكن. فسنشتغل على ذلك، ولكن النقطة المهمة هنا هي أن الشركات هي تصوت. نرى مثلا 100 شركة أوروبية تنسحب من إيران حتى قبل إعادة فرض العقوبات في 5 نوفمبر، فسنرى المزيد من ذلك خلال الشهور المقبلة، لأن الشركات هي تختار التعامل التجاري مع أمريكا بدلا من التعامل مع النظام. ولكن أنت كما تعرفين سيدة أريكا، إيران تعايشت مع هذه العقوبات، مع مثل هكذا عقوبات. هي تقول أن هذه العقوبات مفروضة عليها منذ عقود، ومع ذلك تأقلمت معها واستوعبتها. ما الضامن الآن بأنها ستستوعب هذه العقوبات وستلتف عليها بشكل أو بآخر؟ يعني لدينا في الولايات المتحدة عدة أدوات لضمان تنفيذ هذه العقوبات القوية، وأيضا يعني إحنا أغلقنا عدة ثغرات من هذه العقوبات من الإدارة السابقة. على سبيل المثال، أغلقنا ثغرات المكثفات. يعني في الإدارة السابقة كانت المكثفات الإيرانية مسموحة، فهذا أسفر عن ملايين من الدولار إلا النظام الإيراني. فهذه المرة نغلق هذه الثغرات وننفذ العقوبات، وسنرى تأثير كبير. هناك احتجاجات في الشوارع في إيران، الشعب الإيراني يعني يطلب من النظام الإيراني التركيز عليهم بدلا من الهروب. سؤال آخر وباختصار، سمعنا كلام بأنه في حال فاز الديمقراطيون في الانتخابات النصفية للكونغرس فإنهم سيضغطون على الرئيس ترامب للعودة عن هذه العقوبات. إلى أي مدى هذا صحيح؟ وفي حال تم ذلك، هل تعتقدين أن الرئيس ترامب سيعود عن هذه العقوبات؟ الرئيس ترامب لن يتراجع عن سياستنا تجاه إيران. يعني حملة أقصى ضغط، يعني حملة أقصى ضغط، يعني سنرى المزيد من الضغط خلال الشهور المقبلة، ولن نتراجع عن هذه السياسة لسببين. أولا، لحرمان النظام الإيراني من الأعداد لتمويل الصراعات في المنطقة، وأيضا لجعل النظام إلى رجوع إلى طاولة المفاوضات حتى نبرم اتفاق جديد وجيد التي يشمل كل القضايا المقلقة تجاه إيران. ريكا كوسانو، نائب مدير مكتب التواصل الإعلامي الإقليمي في وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا.